الحديث أكثر يلتحق بنا هاتفيا من الرياض الخبير الأمني والاستراتيجي حسن الشهري. سيد حسن، أهلا بك معنا. يعني العقيد الملكي يقول بأن هذه المحاولات تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه الميليشيا. السلام عليكم، شكرا للاستضافة، تحية لك وللمشاهدين الكرام. نحن نشهد أيضا في المنطقة تطور دراماتيكي واسع. إيران تختار التصعيد من خلال حرسها الثوري في مضيق هرمز أو من خلال ميليشياتها الإرهابية في اليمن وحزب الله في لبنان الداعم للميليشيات الإرهابية في اليمن. أنا أرى أن إيران لا زالت تتطلع على العالم وعلى المملكة من خلال ميليشياتها الإرهابية. المملكة العربية السعودية كما ذكرت حضرتك تلتزم بالاتفاقيات والقوانين الدولية الإنسانية وقواعدها العرفية، واستمرار مثل هذه الأعمال وبقدرات نوعية يؤكد تورط طهران وحزب الله بدعم الإرهاب في اليمن. أنا أعتقد أنه واحد من أهدافها محاولة صرف النظر عن الوضع الحالي المذل في إيران بعد أن جابهت المملكة العربية السعودية التمدد الإيراني في اليمن وبعد العقوبات الأمريكية الصارمة على طهران. ومع الأسف الحوثي لا يعرف إلا لغة القوة، وأنا أعتقد أن التحالف يقوم بواجبه من خلال أعمال أيضا نوعية لتدمير قدرات النوعية. ولكن مع الأسف هناك أيضا جانب سلبي آخر. الأمم المتحدة تكيل بمكيالين محاولة إعادة إنتاج الحوثيين، ترك الموانئ مفتوحة، عدم السيطرة بشكل كامل على بعض هذه المنافذ. مثل هذه الجرائم هي جرائم حرب مكتملة الأركان، والمملكة لن تسمح لإيران بالاستمرار في سياستها العدوانية في اليمن أو خارج اليمن بفضل الله. الأمم المتحدة يعني كما ذكرت أليس يعني باستطاعتها إيقاف هذه التصرفات من قبل إيران؟ أليس باستطاعتها أن تتخذ موقف حيال ذلك؟ استطاعتها ولكن ليس لها إرادة. الاستراتيجية عبارة عن عملية تتفاعل فالإرادة مع القدرات، وعندما تمتلك القدرات ولا تمتلك الإرادة، لأنها لا تمتلك هذه المنظمات الإرادة، هي محكومة بأوامر عليا من مراكز ثقل عالمية أخرى تود أن تبقى المنطقة على صفيح ساخن. نحن نتكيف مع هذه الضغوط، نلين بعض المواقف، ولكن بالنهاية نكرر دائما أننا قادرون على المواجهة ولا نسمح باستهداف منشآتنا المدنية والأعيال المدنية في المنطقة الجنوبية أو أي مكان آخر. ونحن كما صرح سعادة العقيد في أكثر مرة منصون أيضا طريق الملاحة الدولي بقواتنا البحرية الملكية السعودية في البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي المملكة العربية السعودية تقوم بواجب على العالم بأسره وعلى العالم، وكما نادى سيدي خادم الحرم الشريفين وسمو ولي العهد في أكثر من محفل دولي سواء في الداخل أو في الخارج، أنه على العالم أن تتوحد جهوده وتحدد وسائله لمجابهة التطرف والإرهاب الإيراني ومراكز الشر في المنطقة في الدوحة وأنقرة وغيرها. شكرا جزيلا عبر الهاتف من الرياض الخبير الأمني والاستراتيجي حسن الشهري.